مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بيت الكل، حلقه لها مظاهر ومشاعر خاصه في قلوبنا جميعا، وان اختلفت تفاصيلها بين مصر الاردن والعراق، ولكنها كلها تجتمع حول الامل، التقرب الى الله، وايضا البهجه والسرور. حلقه يوم عرفه وعيد الاضحى المبارك، نحكي لكم كل عام وانتم بألف خير، واكيد لزملائي كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف خير. كل سنه وانتم طيبين جميعا. ينعاد عليكم بالصحه ان شاء الله والسلامه والعافيه. كل عام وشعوبنا ان شاء الله بألف خير وامن وسلام ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. اذا مشاهدينا، حلقتنا اليوم من بيت للكل هي خاصه بعيد الاضحى المبارك، وخاصه بين الحجيج الى ديار الله المقدسه واداء مناسك الحج. تكون الدعوات والأمنيات واحدة بأن تكون الأمان حاضر في كل بلداننا العربية، ويكون هذا الاحتفال تكون القلوب والأعين متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، داعية بأن تكون بلداننا مختلفة تماماً عن كل عام. إذن مشاهدينا، تكون هذه الحلقة مباركة إلى كل أمتنا الإسلامية وأممنا العربية في كل البلدان بأن يكون عيد أضحى مبارك. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع. أحمد، كل عام الجميع بألف خير لمناسبة هذا العيد، العيد الكبير، عيد الأضحى الذي ينتظره الجميع بشغف وبحب لما يحمله من أماني كبيرة، وأيضا لما يحمله من معاني في التسامح، وهو أيضا يأتي بعد أداء فريضة كبيرة هي فريضة الحج. جميل، كل سنة وانتم طيبين جميعا. والحقيقة الزملاء هنا موجودين في ليلة العيد، وأيضا وقت الوقوف بعرفاء، بتمنى ليكم ترجعوا للبلاد سالمين غانمين وتعيدوا مع الأهل كلها، وسلامات بقى لفلسطين وللأردن وللعراق، سلامات بقى كتير. احنا شاعرين انه احنا بين الأهل الآن في مصر. طبعاً طبعاً. خليكم بس انتوا قاعدين ونبدأ كلنا صلاة العيد. صلاة العيد اللي هتبدأ بعد ساعات قليلة جدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أجمل ابتهالات وأجمل أدعية بتبقى موجودة. عيد الأضحى عيد على كل البلدان العربية والإسلامية، الجميع يدعو والجميع يحتفي ويحتفل بأيام كلها خير وبركة. أعده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركة يا رب. إذن مشاهدينا، بعد ما شافتي كانت الأمنيات واحدة لجميع كادر برنامج بيت الكل، هذا هو الدعاء، هذا هي الأمنيات الكبيرة في داخل كل شخص من عندنا بأن يدعو لكل البلدان العربية بأن يكون السلام والأمان حاضر في بلدان.